هنبدا النهارده ان شاء الله بالمحاضره رقم 2 من سلسله قواعد اللغه الانجليزيه. هي مش هتبقى سلسله قواعد بس ان شاء الله زي ما هتعرفوا النهارده، ان احنا هنزود برضه حاجات تانيه، مش هنقدر نعمل قواعد بس. طبعا كل محاضره بيبقى لها اجنده، اجندتنا النهارده ريفيجن اون ليكتشر 1، مراجعه على الوحده الاولى، وانتوا بنفسكم اللي رجعتوا على الوحده الاولى. تاني حاجه هنشرحها النهارده اللي هي الكويشنز او الاسئله. في اي حد عنده اي سؤال نفتح الشات. لينك الجروب. حاضر. طب ليا احمد، طب ما فيش اسئله باذن الله. ان شاء الله المحاضره الثانيه احنا بنتكلم فيها عن النونز اللي هي انواع الاسماء بالتفصيل، وهنتكلم عن انواع النونز اللي هي الضمائر، وهنتكلم عن فيربز الافعال والادجكتيف الصفات والفيربز الجروب. رجعنا على المحاضره الاولانيه ولسه بس صم وإلي، ما حدش جالهم او احنا سبناهم. طبعا صم معناها بعض، صم معناها بعض او شويه، اني معناها اني معناها اي. صم بتستخدم في الاثبات بس لو الحاله دي موجوده، اني تستخدم في السؤال وانا بسال، والنفي لو الحاله مش موجوده. البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طبعا المضارع البسيط الاستاذ محمد عرفات كلمنا عنه، وكنا المضارع المستمر الاستاذ احمد سمير، والمضارع التام الاستاذ احمد حسين. طبعا الاسئله الاول كده انواع الاسماء. طبعا نونز الاسماء. اسماء يعني ايه اسماء؟ اسماء يعني اسم اي حاجه. يعني انواع الاسماء طبعا خمسه. الاسماء خمسه، في حاجه اسمها الاسم العلم، الاسم المشترك، اسم الجماعه، اسم الماده، الاسم المعنوي. نبدا بالاسم العلم. هو اسم يدل على حاجه واحده بس، اي كلمه افهم منها ان هي بتدل على حاجه واحده بس بعتبرها اسم علم. طيب عشان نسهل على نفسنا، الاسم العلم طبعا 6 انواع: اسماء الاشخاص، ايام الاسبوع، الشهور، الاماكن، المواد اللي بندرسها، الكواكب. تاني، الاسم العلم اسم بيدل على حاجه واحده بس. هنستفاد ايه بالاسم العلم؟ الاسم العلم اول حرف منه كابيتال في اي مكان، والاسم العلم 6 انواع. وطبعا الدين سينا سلايد زي ما البسنا قلتها. الاسم العلم اول ما تشوف اي اسم علم او تعرف ان الكلمه دي اسم علم، لازم تعمل اول حرف منها كابيتال، حتى لو حطيته في اول الجمله او في نص الجمله او في اخر عفوا او في اخر الجمله. طيب الاسم العلم 6 انواع: اسماء الاشخاص، عشان اسهل بقى واعرف هو الاسم العلم ايه الانواع اللي ينفع تبقى اسم علم. اسماء الاشخاص، ايام الاسبوع، الشهور، الاماكن، مواد اللي ندرسها، كواكب. اسم اي ولد او بنت، اول نوع اسماء الاشخاص. اسم اي ولد او بنت، اي مكان شفته اعمل اول حرف من الكابيتال. ايام الاسبوع: ساتردي، ساندي، موندي، تيوزداي، وينزداي، ثيرزداي، فرايداي. برضو اي يوم من ايام الاسبوع شفته في اي مكان اعمل اول حرف كابيتال، مثلا ساتردي الاس كابيتال، فرايداي الاس كابيتال، وينزداي الاربعاء الدبليو كابيتال. طب الشهور زي جانيوري، فبراير، مارس، ابريل، ماي، جون، جولاي، اوغست، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، اول حرف منه كابيتال في اي مكان، في اول الجمله، في اخر الجمله، في نص الجمله، في اي مكان اول حرف منه. يعني جون مثلا شهر 6 الجي كابيتال، اوجست الاي كابيتال، سبتمبر الاس كابيتال، اكتوبر الاو كابيتال، ديسمبر الدي كابيتال. طيب الاماكن، اسم اي مكان سواء اسم بلد، اسم بلد صغيره، اسم بلد كبيره، اسم دوله، اسم قاره، اسم اي مكان لازم تعمل اول حرف منه كابيتال. احنا مثلا عايشين في ايجيبت، مصر، ايجيبت اول حرف منها حرف الاي، لازم يبقى كابيتال في اي مكان، تيجي في اول الجمله، في اخر الجمله، في نص الجمله، اول حرف منها كابيتال. اتفقنا ان الاسم العلم اسم بيدل على حاجه واحده بس. هنستفاد ايه من اسم العلم لما نعرف الكلمه دي اسم علم؟ ان هي اول حرف منها كابيتال في اي مكان. بعد كده المواد اللي بندرسها، اي ماده بندرسها اول حرف منها كابيتال، زي الانجليش والارابيك اللي هو العربي، والساينس، العلوم، والماسس، الرياضيات، والارت، الرسم، والميوزك او الكمبيوتر ستادز، دراسات الحاسب او الحاسب الالي، والسوشيال ستادز، دراسات اجتماعيه. كل المواد اللي بندرسها اول حرف منها كابيتال. اخر حاجه الحالات الفريده من نوعها زي الكواكب، ميركوري، عطارد، فينوس، الزهره، ايرث، الارض، مارس، المريخ، نبتون، جيبتر، ساترن، زحل. اي اسم كوكب اول حرف منه كابيتال، ونضيف عليها الاسماء الفريده من نوع اول حرف منها كابيتال. ثاني نوع عاوزين نتعلمه هو
والاسم المشترك، الاسم المشترك من اسم واسم عام، ناس كتير، مين يا بوي؟ انت بس واي بنت في الدنيا غير اللي مش فاكر اسمها عام، اي حاجه، اي ناس بتقول نفس الاسم. بقول بوي مش بيجي في دماغي ولد واحد، لما اقول غير اللي مش بيجي في دماغي بنت واحده، لما اقول مثلا كات مش بيجي في دماغي قطه واحده، لما بقول مثلا فريند صديق مش بيجي في دماغي واحد معين، كلمه عامه، لما اقول مثلا كوميونيتي مجتمع برضه مش بيجي في دماغي مجتمع معين، الشرقي مثلا او الغربي، لا اسم كلمه عامه. بعد كده هندرس حاجه اسمها اسم الجماعه. اسم الجماعه زي الاسم المشترك في ناس كتير، بس لما اتكلم عنه بقول اجابه واحده بس، بسالك مين كل اللي قاعدين معاك دول، بتقول لي دول فاميلي العائله، دول فاميلي عائلتنا. طيب مين كل اللي قاعدين دول فريندز اصحابي، بتقول لي اجابه واحده، مش هتقول لي دول اسمهم، مش هتقول لي اسمهم بالترتيب، لا انت بتقول لي، انت بتقول لي حاجه واحده بس، بسالك مع انهم كتير، العيله كتير، للفاميلي العيله كتير، والفريندز اصحابك كتير، والاكزام كوميتي لاجل الامتحان كتير، والبرلمان اعضاء البرلمان كتير، بس انا ما بسالك عنهم، بتقول اجابه واحده بس. بعد كده اسماء المواد، وركز معايا، مش المواد اللي بندرسها، اسماء المواد في الطبيعه زي الاكسجين، اكسجين، كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، فابريك القماش، كبر النحاس، سيلفر الفضة، جولد الذهب، فابريك قماش، ايرن حديد، اسماء المواد اللي في الطبيعة كلها طبعا، دي نوع من انواع الاسماء. اخر نوع من انواع الاسماء، الاسماء المعنوية، وهي حاجة مش هقدر امسكها بداية، زي كليفرنس الذكاء، زي بيوتي الجمال، الجمال ما بيمسكش بايد طبعا، زي هيلث الصحة، زي بافرتي الفقر، زي ريتشنس الغنى، كل الحاجات اللي هي المعنوية ما بقدرش امسكها بداية. خلصنا الاسماء، الرجع لهم بسرعة، الأسماء خمس أنواع أهم، الأسماء خمس أنواع: اسم، اسم العلم، اسم مشترك، اسم جماعة، اسم مادة، اسم معنوي. الاسم العلم اسم بيدل على حاجة واحدة بس، وهو ست أنواع: أسماء الأشخاص، أيام الأسبوع، الشهور، الأماكن، مواد بندرسها، الكواكب. تاني نوع الاسم المشترك، ناس كتير مشتركة في نفس الاسم، أي ولد بوي، أي بنت جيرل، أي قطة كات، أي كلب دوج، أي صديقة فريند، يعني فيها. طيب الاسم الجماعه زي الاسم المشترك، بس بقول اجابه واحده بس، من دول فاميلي عيله، اكزام كوميتي، لجنه امتحان، برلمنت، اعضاء برلمان. رابع نوع من انواع الاسماء، اسماء المواد اللي في الطبيعه زي الايرن الحديد والجولد الذهب. اخر نوع الاسم المعنوي، حاجه مش هقدر امسكها بدايه، زي البيوت الجمال، وهيلث الصحه، وظفره الفقر. خلصنا الحاجات اللي اول حاجه ممكن الاقيها في الجمله اللي هي الاسماء، نخش على ثاني حاجه اللي هي اسمها الضمائر. طبعا الضمائر سبعه، ثلاثه وثلاثه وواحده، في ثلاث ضمائر مفرد، في ثلاث ضمائر جمع، في ضمير بوشين بيمشي مع الجمع ومع المفرد، اللي هو الضمير اي، طبعا كله عارف الضمير اي دايما بعامله معامله الجمع، الضمير اي دايما بتعامل معامله الجمع دايما، الا في حاله واحده بس هنقولها جدا. في ثلاث ضمائر مفرد، هي شي ات، ثلاث ضمائر جمع بالترتيب يو وي زي، الاي بتعامل معامله الجمع، والمفرد برضه في حاله واحده انما معظم الاحيان جمع بالترتيب، هي شي ات مفرد، يو وي زي جمع. طبعا المعنى بالعربي اي يعني انا، هي يعني هو، شي يعني هي، ات غير عاقل مفرد، يو انت، وي نحن، زي هم. خلصنا انواع الاسماء والضمائر، نخش على انواع الفيربز اللي هي الافعال. الافعال طبعا ثلاث انواع، في حاجه اسمها الهيلبنج فيربز افعال مساعده، في المودال فيربز افعال الناقصه، في المين فيربز الافعال الاساسيه. الهيلبنج فيربز الافعال المساعده ثلاث افعال بس، اللي هم فعل بي وفعل دو وفعل هاف، فعل بي وفعل دو وفعل هاف. طبعا جبت لك كل الاشكال بتاعتهم، فعل بي في المضارع ام واز وار، وفي الماضي ووز وير، وفي التصريف الثالث بن مش بين، دايما التصريف الثالث بنطق الكلمه كانها شورت فاول، انطقها بسرعه، بقول بن مش بين، بن. وطبعا فعل دو، دو داز مضارع، ديد ماضي، دان تصريف ثالث، هاف هاف هاز مضارع، هاد ماضي، هاد برضه تصريف ثالث. المودال فيربز الافعال المودال فيربز الافعال اللي هي الناقصه، كاشهر اربعه كانوا مي وشال ويل، ماضيهم كان، ماضيها كود، مي ماضيها مايت، شال ماضيها شود، ويل ماضيها وود. طبعا الفعل لو مش كان مساعد ولا ناقص يبقى فعل اساسي. هنتكلم بقى كده عن الصفات، الصفة توصف الوصول،
الصفة بتوصف موصوف، والموصوف يبقى اسم مكان الصفة. دايما الصفة بتوصف اسم مكان الصفة في ثلاث أماكن، لا إما قبل الموصوف، لا إما بعد فعل بي، لا إما بعد فعل فيه. بقول أباد بوي، أباد بوي يعني ولد سيد. من الموصوف الولد البوي، إن هو إيه الصفة؟ باد. يوجد باد قبل بوي، يبقى الصفة بتيجي قبل الموصوف أو بعد فعل بي. عاوز أقول الجملة بنفس المعنى، بقول ذا بوي إز باد، الصفة باد بعد فعل بي اللي هو إز، او بعد فعل فيل مع حاجات الحالات الشعوريه بس. اي فيل اكزايتد، اشعر بالحماس. اي فيل هابي، اشعر بالسعاده. اي فيل ساد، اشعر بالحزن. اي فيل تايرد، اشعر بالتعب، مع الحالات الشعوريه بس. لان معنى فيل يعني اشعر. بعد كده اخر حاجه بتكون الجمله من الخمسه اللي احنا قلنا هنركز عليهم، الظرف. الظرف طبعا اذا كانت الصفه بتوصف اسم فالظرف يوصف فعل. تكوين الظرف تعدى على مرحله من خمسه، احط لها الصفه، اي صفه تجابلني احط لها ال واي. طب افرض الصفه اخرها حرف ال، ماليش دعوه برضو، احط ال واي. صفه اخرها حرف الواي، بحذف الواي واحط اي ال واي. لو جود بخليها ويل، لو فاست هي فاست، لو ايرلي هي ايرلي، لو ليت هي ليت، لو هارد هي هارد. وهارد هنسيبها دلوقتي، هنقول عنها حاجه بعد شويه. يبقى تاني تكوين الظرف، الظرف يوصف فعل مش اسم. الصفه بتوصف اسم انما الظرف يوصف فعل. تكوين الظرف بحط له الصفه اول حاجه، اي صفه تجابلني احط لها ظرف ازاي؟ احط لها ال واي. طب افرض وانا بحط له الصفه لقيت فيها حرف ال موجود، احط لها برضو ال واي. طب لقيت فيها حرف الواي، احذف الواي واحط اي ال واي. لو جود اخليها ويل. فاست هي فاست برضو ظرف وصفه. ايرلي صفه، ايرلي ظرف. ليت صفه، ليت ظرف. هارد صفه، هارد ظرف. بس كلمة هارد في هارد وفي هارد لي، والاثنين معناهم النقيض العكس. لو قلت اي ستادد هارد، انا بذاكر 100%، بذاكر بجد. اي ستادي هارد لي، نادرا ما بذاكر. طيب عاوزين نتكلم النهارده عن المستقبل بالتفصيل. المستقبل طبعا اربع ازمنه، مستقبل بسيط، مستقبل مستمر، مستقبل تام، مستقبل تام مستمر، وفي كمان زودنا المستقبل باستخدام الصيغه اي ام تو. اولا المستقبل البسيط، التركيب طبعا عند الاثبات بحط اللي هي بحط ويل زائد الفعل في المصدر، ويل زائد الفعل في المصدر. طبعا وعند النفي بحط ويل نوت زائد الفعل في المصدر، وممكن استخدم جوينج تو بدلا من. استخداماته باستخدامات جوينج تو في حالات غير رسميه، اللي بنتكلم عن الخطط والقرارات والنيه الجازمه ودي الشعر، هنشرحها تاني قدام. انا بفكركم بالمستقبل بسرعه بس. ولما بنستخدم برضه استخدام جوينج تو لما نتنبأ عن المستقبل باستخدام براهين حاضره، يعني بقول لك لوك اتس جوينج تو رين، الدنيا هتمطر. الدليل في غيم كتبت السماء، او اول استخدام اللي هو خطط القرارات، لما اقول لك اي ام جوينج تو فيزيت ماي جراند فازر، هزور جدتي تومورو بكره مثلا. يبقى انا اتصلت بيه، عرفت هوصل ازاي، المواصلات ايه، تكلفه كام، هجيب له امتى، موجود في البيت ولا لا. طيب مش هنشغل دماغنا بالمستقبل دلوقتي عشان هو فيه استخدامات كتير. طيب دي طبعا الكلمات النهارده اللي هي مطلوب منكم تحفظوها، ان شاء الله هنسمعها الحصه الجايه. هنسمع بالكلمات، هحاول اجيبها لكم عربي وانجليزي، عشان ان شاء الله هنسمعها. كل واحد هيسمع 5 كلمات في الشات طبعا، هيكتب الكلمه، اساله مثلا الكلمه دي بالعربي معناها كذا، هيكتبها لي في الشات. طيب دي في 3 صفحات، واجبات نستخدم دو او داز او دونت او دازنت على حسب المعنى. ودي صفحه وارد كمان هنستخدم فيها دو او داز، ودي طبعا هنستخدم هي او شي او وي او زي. برضو المحاضره الثانيه خليتها بسيطه شويه ومش كبيره. انا مستني اي سؤال من حضراتكم، وان شاء الله تتابعوا معايا الجروب خلال 10 دقائق. هنزل الشيت اللي هو بتاع الكلمات والشيت الثاني اللي هو بتاع الاسئله. وشو المحاضرة طبعا بتنزل بعد كل محاضرة، تنزل ملف المحاضرة. في أي سؤال؟ مش ننسى برضو نسجل الحضور في رابط الحضور اللي الأستاذ أحمد حسام كتبه لنا، برضو رابط الحضور عشان يبقى حضرت المحاضرة تثبت إن أنت مسجل في رابط الحضور المحاضرة. طيب تمام كده باشمهندس أنس، ما فيش أسئلة كده. بص اتابعوا معانا على الجروب عشان ان شاء الله الرابط اللي هي الكلمات والملف المحاضرة وملف الأسئلة.
عشان برضو الاسئله على الدرجات. الشهاده مش حضور بس، الشهاده حضور زائد اجابه الاسئله بتاعت كل حصه والمحاضره وكلمات اللي بتتحفظ. تمام. الف شكر لحضراتكم جميعا. عفوا.